يا مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عالم العالمين. فعاليات مهرجان العالمين الجديده لسه مستمره، وصلنا خلاص للاسبوع قبل الاخير من المهرجان. فعاليات من كل اشكال المتعه والترفيه، سواء كانت رياضيه او فنيه او حتى من خلال العروض المسرحيه المتنوعه اللي بيقدمها نجوم كلنا بنحبهم وكلنا بنتابعهم. معانا طبعا كريم عبد العزيز ونيلي كريم وحسن الرداد وغيرهم كتير اللي قدموا مسرحيات في الحقيقه غاية في المتعة. الأسبوع ده كمان شهد المهرجان فعاليات كتيرة جدا ومتنوعة في مختلف المجالات، والنهاردة هتنطلق عرض مسرحية البنك سرقوه، طبعا بطولة الفنان الكبير أشرف عبد الباقي والفنان كريم محمود عبد العزيز اللي لأول مرة على خشبة المسرح في أول تجربة ليه بالعالمين بعد عدة تجارب وبطولات سينمائية في الحقيقة كانت ناجحة جدا بمشاركة العديد من النجوم الكوميديين زي سلوى خطاب، سليمان عيد، ميرنا جميل، أس إبرام سمير، شريف حسني، مصطفى بسيط وغيرهم كتير من الممثلين، وإخراج طبعا الفنان أشرف عبد الباقي. كمان معادنا بكرة مع حفل كايروكي، واللي ناس كتيرة قوي مستنيين مفاجآت الحفلة دي، وعايزة أقول لكم إن التيكتس للحفلة معظمها سولد أوت، ما كانتش كلها دلوقتي يعني وإحنا بنتكلم مع بعض. هيكون أكبر مفاجآتها في الحقيقة كمان هو ظهور المطرب المقنع اللي كلنا في الفترة الأخيرة كده اتلفتت ليه الأنظار كلنا سمعناه وبقى ترند كبير قوي، هو تو ليت. في الحقيقة هو ترند على كل منصات التواصل الاجتماعي سواء كانت تيك توك أو إنستجرام، كل الناس بتعمل شير على صورهم وبيحطوا أغاني تو ليت عليها. يمكن القناع أو التجربة الجديدة بفكرة القناع خلت الموضوع يعني الناس حابة أن هي تعرف مين هو تو ليت، فهو كمان هيكون موجود مع كايروكي. كل يوم في فعاليات مختلفة وكل شوية في أجواء ممتعة في العالمين ومهرجان العالمين الجديدة، وإحنا هنا بننقل كل حاجة أول بأول. خليكم معانا واستمروا في المتابعة عشان تعرفوا كل التفاصيل.